ثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وعكسنا هذا صحيح مسلم إلهي أن حريص مسلمين سقوا تميم الداري كورينيا إلهي أرى الله كالنغذي قال إنه يلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. النبي قوحه يلي دينت والنصيحة. قلنا لمن؟ وحن ليوتهي. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وحيوتهي لله إلهي بيوتهي ولكتابه كتاب كيس القرآن كابيوتهي ولرسوله رسول كيس صلى الله عليه وسلم بيوتهي نصيحة إلهي بيوتهي كتاب كيس القرآن كابيوتهي رسول كيس أيوتهي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين يعني إمام يذا أما هقامي ياشا مسلمين تا هقامي ياشا ذيوتهي وعامتهم لما أنتوا بيوتهي. حديث كان وحديث عانة أو مشهورة عانو كم دي هاي أحاديث تا آت كعلماء السوقاتان إلى 40 كوكتشره كتاب كحديث كبالا قبلابه وكم دي هاي أحاديث تقصغن كوحديث مهمة كدينتي والنصيحة وحيوتهي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته علماء وحي لهدان إلهي وحي نصيحة وطهي توحيد كيسا قرصة لقرايو يا اعتقاد كإله نمدي سحقا لا اعتقادنا يو يا عبادة كلق لعابدا يو وأن وحبل له الشريك يلين سنبا وحل لو ذاتنا يا أنا أين تشرين وحل وشبها يا أين تشرين تشبيه يا تمثيل لقنا زها يو الله رنا يا خلق يا لمم ذاها نقصان يا عيب لقنا زها يو أصماد يا صفات كأسس غير الله سغا يو يقو تشبيه يا تكييف إن قابل الله شيغو صفات كإلهي وكيفية قار الله شيغو يا إن خلق الوشبها يكمريهين تحريف يا تعطيلنا يكمريهين إن لبدلوه معنى هذا اللي يحيو وتأويل الباطل صار كل ذلك يكمريهين أسمادي سأن إلحاد لغو السمينين مقعيدي سونا أكسن إلهي لغو مقعابا أيوه مقعيده ولخاص كيهو خلقي أن لغو مقعابي كرنا أن عدك لغو مقعابي كرنا لغو نبحين كرنا مقعيده إلهينا اللفظ يقول إن معنى هذا مدول بإن لسوق أيوه إلهي صفات كيسا إن لاعتقادنا أيوه صفته إلى هيسو صفية أما رسول كيسو صلى الله عليه وسلم إلى هيكو صفية لو صفين أيوه صفته يسد إيدي أما رسول كيسو أدي إيدينا لو أدي إيدي أيوه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تحريف أما سيدة علماء قار كعبران تنزيهم بلا تعطيل إلى هيو ولا نزها يا حما ولا قد يرين أيضا تعطيل لا قد عين أو حيسو صوغا أن لو أدي إيدي وإثبات بلا تشبيه إلا صوغا أيوه صفات هي أسمادي إلى هي تشبيه أن لقلينين وإثبات بلا تمثيل أما بلا تشبيه الله كلي العابد أفعاشي سلو اعتقادنا وهكذا سيدا الله أغطهي نصيحة أغطهي وصاص وإن توحيدك سللي مادو كلينا العابد رسولك سوحي نصيحة أغطهي اعتقادك اللي اعتقادنا يا رسول لمديس أن رسول الله صدر أيهي وحقه والله هو حيودي خبر كستو الشيغانة ويهي رن حكم كستو الشيغانة ويهي عدالة واجبنا أيتهي إلا أطيعه أو وحو فري لفر صومه وحو ريبين لغا ريب تومه الله وحا لغو عابده ينا اي نغنيسو اح رسولك لغا لكل مي اي نغنيس رسولك سينا انو خصائص تي الهي وحبك لهي ومقام كيسي ان لغا نكر مريني لغا نهوس مريني وين غلوي لغو سمي يوم مقام كيسي لغا كر مريا دي ما بنانا وحد ديدا يا شرعي دين تي وديديس النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا هذا مرض نكي هذا الك غلط كاكو هذا اللي يقول ما شاء الله وشيت أما ما شاء الله وشاء محمد أجعلتني لله ندا بنبي كل صلى الله عليه وسلم أما إذا الله لما صينا صادق قديم يسهي قديم يعني وادي دي وحكر النبي كل صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها ما تعلي منزلة أما مقامك إلى هيدا شيء إن أذكر مرسان ما تعلي بنبي كل صلى الله عليه وسلم مرك غلوب وادي دي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول وهكذا مركا خلاصة وحين قرأيسا رسولك عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولكن يطاع ويتبع رسولك هو الضون ألا ما عابدايه أي سقى عابد لله وإلهي عابدايه ورسول فلا يكذب ورسول لبين مايه ولكن يطاع ويتبع هيا شوى لا طيعي وانا للراعي رسول لماذا سنوى لا اعتقادنا ولأئمة المسلمين إمام يالك مسلمين تنا النصيحة يطاع وإن حق لغو أطيعه والله احترامه لقدريه حقنا لغو أطيعه وحمع صينا عدنا بأن لغو أطيعين أئمة المسلمين مروا حين نقنا إساء حق أمر كالدين تأين إمام يالويه أو حين نقنا إساء علماء أئمة أها أي نقنا إساء مرنا وحين نقنا إساء أمر
adduunyada inay hogaamiyayaal ugu yihiin. Marka labada qolo qolana xadkoodii la dhaafin maayo lagu talax tegi maayo. Nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam, laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq, aiicitaan makhluuq la aiicaya ma jiro oo lagu aiicayo khaaliqa in la caasiyo. Yacni allah waa in la aiicaa. Marka taacada ilaahay taacada khalqiga waa ka weyn tahay. Hadday isu kaa taagto inaad makhluuq aiicdo iyo inaad allah aiicdo, dee waxaa mudan inaad allah aiicdo. إنما الطاعة في المعروف حديث كلا صحيح إن كان قصوا النبي وحده صلى الله عليه وسلم طاعد وحي قصوا كنت وقره معروف كوح السنة وانا أقسم بكسوا كنت مركب مدح المسلمين طا وإن الله قب حين كفر بواح وعد إلى إلا إيمان أيام وطال حقيق سنة يو إن قال لما عد الظاهرة وإن شك كتشرين إلا إيمان أيام مرلبات كان أود له لي هاي إن مش اللي قب بدله مسلم اللي قب بدله هذا نسي ده سله لين بحس الله قب حياة ما بنانا waxa bixitaanka sabab ayaa keensanayaana ma banaana. Maxaa bixitaan keensanaya? Waxa keensanaya dee waxa weeye kicinta dadka la kicinayo oo la tashniicinayo oo madaxda la necbaysiinayo oo si calana dadka loogu faafinayo. Yacni waxan bay maantana sameeyeen, yacni maantana waxan iyo waxan bay galeen. Yacni daahiratulbuqdi waa beerantaa. Yacni nacaybku dadka haddii waxa weeye lagu celceliyo oo wax mar walba qabaa'ixdiisa iyo xumaantiisa looga warramo, nafu waa necbaanayaan. marka tahyiijka iyo kicinta iyo raddiga calaniga ah ee madaxda marka isaga manaabirta laga yacni caayayo ee laga naqdinayo waxay keensanaysaa in marka dadku ay ku kacaan. marka waa nooc khuruuj ay culammadu yidhaahdeen waayo alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid ama alwasaa'ilu laha axkaamu alghaayaat. wasiirooyinku waxay leeyihiin, waxay gaarsiinayaan xukunkooday leeyihiin, waxay gaarsiinayaan mar hadday tahay khuruuj iyo kicitaanka iyo fawdadii iyo kohorimaatinkii, dee wixii beeraya kicinayay waxay noqonaysaa inay la mid tahay. ta kale qadiiman culammadu dad kutubihii hore u noqoto waxaa jiray qolada khawaarijtu waxay u qaybsanaayeen laba qaybood, qolo iyagu baxda oo hubka qaadato kacda iyo qolo fadhi ku dirira. iyagu ma bixi jirin qacada la odhan jiray qolada qacadu. qacada maxaa loo yidhi? qacada waa min firaqi alkhawaarij. qacada waxaa loo yidhi yacni yaqcuduuna can alkhuruuj, bixitaankii seefta la qaadanayee la dagaalamayey taasay ka fadhiisanayaan. laakiin maxay samaynayaan? siduu xaafid ibnu xajar baa ku fasirayo, wuxuu leeyahay yusayinuuna annaasa lilkhuruuj, dadka waxay u qurxinayaan oo u xayaysiinayaan bixitaanka la baxayo. qaadada waxaa ka mid ahaa cimraan ibnu xitaan ninkii la odhan jiray. khawaarijtu ficilka ay sameeyaan buu ammaani jiray oo ku gebi jiray, khuruujku u qurxin jiray, madaxda ayuu dhaleecayn jiray oo gabaya ka tirin jiray. marka xaafid ibnu xajar odhanayo wuxuu ahaa ra'su lqacada. culammadu qadiiman waa sheegi jireen, aimadii hore xataa tilmaamay qacadatu lkhawaarij akhbasu lkhawaarij bay aimadii hore qaarkood yidhahdeen. khawaarijta fadhi ku dirirka ahi khawaarijta iyagaa ugu xun waayo waa layskama dhaadaan. qacadatu lkhawaarij hum akhbasu lkhawaarij, hadda mutaakhiriin maha cidda tirin, iska daa inay mucaasir noqoteen, waa mutaqadimiintii bacdigood baa saa odhanaya. marka wasaaishu waxay leedahay axkaamu lghaayaat bay leedahay, kicinta dadka la kicinayaa waxay la xukum tahay in la baxo. cimran ibnu xitaan waxyaaluu sameeyey waxaa ka mid a xataa ninkii dilay cali ibn abi taalib u ammaana yaa darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min dil carshi ridwaana inii la adkuruhu yowman fa axsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaana. ashcar mutacadid u tirin jiray. marka ahlu cilmigu taas waa ka digeen. nahjigii salafku muxuu ahaa? madaxda marka loo naseexaynayo in iyaga loo tago oo iyaga loo sheego, taasuu ahaa. usaamatu bnu zayd markii la yidhi maxaad ugu naseexayn weyday cusmaan, cusmaan dadka qaarkood afcaal ijtihaadiya uu la yimi yaa oo dad qaraabadiisa u manaasib u dhiibay, qaarkoodna xoogaa afcaalan fiicnayni ka muuqatay, sida ninkii xagga hooyo ay ka walaal ahaayeen walid ibnu cuqba iyo niman markaa kale oo qaraabo ahaayeen oo reer bani umaya ah ayaa dad fara badan dhibsaday. maaha inuu xumaan la yimi ee ijtihaadan manaasibta qaybinteedu waa arrin ijtihaadi ah. marka cidu isagu moodayo de inay wanaagsan tahay oo ay markaa saalix u tahay, manaasibta qaarkood ayuu markaa shaqooyinka qaar u diray ama wilaayaadka qaar u dhiibay, nimankiina qaarkood waxbaa lagu dhibsaday, ninkaa walid ibn cuqba oo kale de khamri u cabay. laakiin markii cusmaan loo sheegay dee xadku ka jaray, ma odhan markaa waxa xagga hooyaanu ka walaalno xad laga goyn maayo ma odhan. ee markii lagu furay ee markhaatigii lagu oogay wuxuu yidhi markaysa cali oo garaac xadka ka jar xaddu shaarib alkhamr. markaasaa calina inankiisii xasan uu yidhi markaysaa garaac. markaasaa inankiisina yidhi walli xaarraha man tawallaa qaarraha, yacni madaxtinimada ninkii waxa weeye qabowgeeda helay kulkeedana markii isaga u dah.
dad Cali ba qaaday markaysa markaa waxa wada garaacay Usmaanna waa u tirni markuu dad 40 jeedal ka jiray ayuu ka daadaba marka muhabaatu ma samayna hadku hadu sugnado waxa lagu yiri Usama hadis ka saxiixa maxaad Usmaan ugu gali weeydo ugu nasiixan weeydi marka si uu u nasteexay abuuri min duni an aftaha amran la akun awwala man fatahu وأن أن استحي يقول أن أن أرن فرينن سأن أن نقوم كي يقول ريا فرا أرن كأشياء يا وحط المام يا وعلن كإلو النقديه مجالس تعام كالك الشيء ما أنت سدم بو السمي حتى أجا وحو قبطي وحو السمي أجا يا وتسوي لكن وحو قبطان بوله هذان إذا مقشين وسام أرنيا إن أن نصيحي ما أنسى أن نصيحي لكن أرن هر الله فر مد فريا أنا قميه علماء الشرح ذم ركى شرح حيان حديثكم بخاري مسلم waxay oranayaan arinka arinka waxa loo jeedaa radiga calanka ah ee si shaaci'a madaxdi qalad kooda dadka loogu faafinayo oo loogu sheegiyo loo qawinayo sasaawada dadka qaar kood markii arinka fureen fitna ka dhalato waxa ka dhashay dad Uusmaan in la dilo Abdullah ibn Ukayn waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay muumina hayo joogi hayashay nabiga laba kulmin wa mukhadaram dadkii laakiin kitaabkii iyo qoraalkii nabigu gaaray ayuu ka mid ahaa fi aakhiriyay wuxuu yiri laa uciinu calaa qatli khaliifatin bacda cusmaan khaliifadilkii cidna ugu kaalmayn maayo cusmaan dabadi u fiirsada cusmaan dabadi in khaliifa la dilo cidan ugu kaalmaynaya ma jiro qaaluu yaa aba macbadin wahal acanta calaa qatli cusmaan cusmaan dilka la dilaayo miyaad ka qayb qaadato kaalmaysay qaala innii la acuddu dikra masaawiihi من الإعانة على قتل وحن كترنا يا أقبا حمانه سئل الشيغ إن يكم تهي دلك سيء الله قيب قادنا يا إني تهي وحوط الماما يا وحبان كالشيك شيك تري وقتها عثمان مركا دبوا قوم مونا يا هذا ما رأيته دبوا أيوا قوم مونا يا عديسك كلم عشيغ يا من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديه على نيته ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبله يعني وحشيغ يا حديثك كي دونا يا إنه أنستحي يوم مد مضحتي نما أصاحبه كاره وتقو أهو شيءه فإن قبيله هو إلا ترك أدو أقبله ودين يا هدي كان ويسكت جيا على علم قارقود وصحيحين شغلبان وحكم ديها علماء الصحيح الصي ويلي مركز إسناد كيسوا صحيح على كل حال ما أنت مظاهرات ضد ضد كقارقود أي بركيان المظاهرات للسمايو مركز مضحدة وحلقة جنسده ضد كلك عيون لها صبحة وحن سمينا مظاهرات سلمي وخير يا بركة أمله ومن أسباب الشر والفتن أسباب الشر هي فتن كي كم تهي وخير لغدي في أنا مشرو موضوع كساب صان هذا مظاهرات ذي للسمية الربيع العربي لقوم قعابي يعني محي كده في طيمات كأمضى إسلامكي وان شر يا فتن هاي وضنوا النظام لا وفساد هجرو لكن فسادك حد ديني هاي أي واحد عضي إن الفرح كبحضي وهي النقضي فساد دفر بضنين كده شيء وفوضى كتمي وديك القلقلي وأمان كل واي أو مضيس عنطي يعني وحوي يأكل الخوي فيها الضعيف هذا الفوضى مش نقطة دول يسعون يا خير لقد فيها مشو نبت قلي هذا يا أمنجا يا كلا ضمبين تا أي وأنا كشرة عجرتين ملها قاركود مك حمر وكلا روح لفيلا يحوج على عجل إنه هيستاء يا أنت اللي قفاشو وريرها مقالة هو بيصنع عن كم دهين أيا أنت اللي سكك هيستاء ده مرك ميل وحده نشري مرك سنة وتم ده حفرت كنا لا تكون دولار أما وانين أما وقبل هذا دون يسقو حما هيستو لكن تدو حيستا يو كاغدوي اما وحبا حيستا با هدي هوري لو كين وايو waxaa la sameen jiray in la yiraahdo bari adinkiisa waxa ka qaadaan lambar 4 gowdow marka faashin marka say madax furad nooca san doonina wala furan way adinkeeda lambar 4 bari ka qaadalay adinkii oo xinaysan ayaa la soo jaray halkii ba la dhigay ana waxa weeye fasadka fawdadu ay keensanaysa kamid tahay amur khatira khatira marka aaymatul muslimiin حقا مركا مضحضة إيا حقا مركا علماء ميد والبوسوق ليس علماء منهج كالصحضة يكسوغين وإن الله قبحين غلوين وإن الله قصمين حد كودة وإن الله دافين علماء مركا وحافراد وذو معصومين ماها وإن مركا ويحزن لأي السنبري رحاء عالم كل علماء كميدي وإن الله قراعين وعامتهم مسلمين تودن بها الدين تغطي النصيحة يعني احترام كايس احترام أيان وميد والبكا كلا حقي سيسكا إلى لنا أنا منك كلا الظلمين حق مركا نفتي سي حق عرضي سي حق حوله سي يعني مؤمنين تا استعلان ايان وهكذا حقوق دا اسوليهن اسوق دا ايان حق المسلم على المسلم مركا كتابك الهي وحي نصيحة وطهي رمينتا كتابك الهي للرمين يئنو كلام الله يهي ومنزل يهو الله سودك يهي
كلام بشر أنو شبهين هذا الكإلهي هذا الكخلق يسكن من ماها فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه إذا هذا الكإلهي وكل الله إمن كرتان مجلته ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم بأسرهم وحلوت شيء جميعهم بلوت شيء خلق وطمي هذا السوضة التقان كتاب كإلهي مدى الله مدى مكين كران قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جني إنس يردن هذا السوضة التقان ويسكى شذان قرآن كامد لم إذا إنا إلي مادان مكر كران إلي مادان مركا إعجاز كيسا وإلا اعتقادية حتى سورة كم إذا سورة ذا قرآن كقدر لأد لما إيمان كران فأتوا بسورة من مثله يعني سورة سورة كقرآن كلم إذا لك عليها لما إيمان كران وهكذا وإن أنت لوينين يا قرآن كم إذا نصلي حسد وقيا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آخرين تلا آخرين يا كم إذا حق تلاوتي يتلونه حق تلاوتي هاي آخرين أيان آخرين تو حق أولها إن هاي آخرين وإلا وناتشيو للتجويدية ورتل القرآن ترتيلا وإلا وخشوع آخرين تو قرآن كالآخرين يكتيدا وإن قرآن كلا وخشوعه الله في رصده لقو تدبره حروفتي سواء مركا لتوسيو وأن للحنين وأن للتشبين حرف والب حقي سيا مستحقي سلسيو وإلا قد دافعه عدة تحريفين إيسا بدل إيسا تأويل كودة يعد مركا غلوغا إيو طغيان كلا إيمان إيسا إيسيدا قرآن كواحكا قشيغ إيسا مكوفا سير إيسا وإن لقد دافعا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين حديث بها القسوري علماء قاركوذا القويين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله علم قواحا حنباري يعني قرن كسطة ويمادبا كود عدوش أبا حنباري حيث سمين أيان ينفون عنه تحريف الغالين وحي كده فعيان كو غلو قال لي من تحريف كده وضعت كقار كود با دي قرآن كي لقيا بين غلو كلي مادة وانتحال المبطلين يكو باطل كأو صاحبك شيغة شرع الشيغان يا إنسو دليلو يا قرآن تضعه الباطل لقيا باطل كودي إنه يدونا إنه يدري شدان قرآن وتأويل الجاهلين كو حما قرأت تضع تأويل كودة أي قرآن كو حسكك الشيغيان سليهم فصرة لكن وحان القرآن كو الشيغان أي تلمومين كل ذلك كده فعيا وقرآن كإلا الرميه باكم إذا نصيحة سيدوغية هاي أحكام تيسا لغو تشوك سدو أحكام تيسا لراعه علوم تيسا لفهمه علمية ديسا أمساشي سلفهمه قرآن كو حولي أمثال ألو علم يقاركوت كتاب قاري كقرين أمثال القرآن سيدا العلامة ابن القيم مثلا ذا قرآن كقصو أروري إلا قدت الساليي كليا أيوكا هضل يا أكو فصري وكتاب مجلدة بعض التابعين وحي الهدين مثل أمساش القرآن ككم إذا هدان فهمي وهي النفط أيضا هيفاء أنا يسعن أنت وحانا قرتا إن العالمين تكم إذا هيفاء ويا الله وحول وما يعقلها إلا العالمون أمساش وحا ويلين يؤفهم أيه كو وحقرن أيه وكذلك كلين يفهمين بآياتك التسنس كوا مهم أمساش القرآن كإلا فهم مواعد ديسائية وانوين كي سوائل لقعب رقاته فاعتبروا يا أولي الأبصار قصص كي القرآن كمركة للشيقه وإن لقوا عبرقاته لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وإن عجائبت قرآنك لقى فكره وإن محكمك قرآنك لقوا عمل فره وإن متشابه لقى قاب صدوه إلهي الله صلّي لنا بتقليه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني وحى إلهين والشيقية قرآنك محكم يا متشابه لي غالبك قرآنك ومحكم متشابه وكوبين مركا كوا أهل فتنة فتنة الدونية متشابه الراعيان لكن كوا علم يكون راسخي وكقاب صنعي المتشابه إن الراعان وأنا الرومينيان عيني وعلني المتشابه محكمات كيف علمي هذه متشابهة لها النوع مطلقة هنا وكقاب صنعي أنا إلهي بأنه بتقلني عن علمي فحكم إذا إلا بارو علمي هذا وقرآنك وكوب صنعي أضيت عام كيسية خاص كيسية ناسخ كيسية منسوخ كيسية مطلق كيسية مقيد كيسة منطوق كيسة مفهوم كيسة وهكذا علوم القرآن كإن لفافيه تتكن الله قبا قول الله ويره كل ذلك وحيسوك ذا قليان نصيحة وكتابك إلهي دينته النصيحة أطهر.